متابعين معكم مشاهدي سبورة تي في بفقرات حلقتنا لليوم، ومثل ما عم نعرف أكيد أسس كتير تغيرت بحياتنا اليومية، ومن هالأسس هي تربية الأولاد. شلون ممكن نربي الأولاد تربية فعالة لحتى هن كمان يكونوا فعالين وناجحين بالمجتمع، يكونوا بعيدين عن المشاكل؟ رح نحكي كتير حول هذا الموضوع اليوم مع ضيفتنا المتخصصة بتدريب العائلة كوتش رانيا سرموك. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيكي كوتش عبر شاشتنا شاشة سبورة تي في. أكيد مثل ما قلنا لحتى نحكي كتير حول موضوع تربية الأولاد، ولكن بالبداية شلون تحبي تعرفي عن حالك؟ أوكي، أنا مدربة أسرة ومدربة حياة كمان، صار لي تقريبا وقت بهذا الدومين. حبيت فوت بهذا الدومين صراحة وقت صار عندي أولاد، حسيت أنا تربية الأولاد شغلة منا هينة أبدا، وحبيت أكون عم ربيهم بطريقة شوي مش بروفيشنال، بس أنه بطريقة مزبوطة إذا بدك، لحتى يطلعوا راشدين أحسن، بالغين أفضل، ونعمل المجتمعات أحسن. حلو. هل كان في حدا شجعك بهذا الخيار؟ يعني اليوم من بعد ما صرتي أم وصار في أولاد صار في أكيد مسؤوليات، هل كان في حدا عم بيشجعك بهذا الجانب أنه أنت تكوني مدربة حياة للعائلة أو للأسرة؟ صراحة هذا كان خياري أنا اللي اخترت الطريق، وأكيد كان في دعم كتير كبير من جوزي، لأنه بتعرف مع الأولاد والمسؤولية. أنا عندي توم وكانوا كتير صغار وقتها بلشت، وصعب شوي، صحيح. فبس بفضل دعم العائلة لإلي، يعني جوزي ماما، أكيد قدرت أوصل لمطرح ما أنا بدي، الحمد لله. حلو كتير. طيب إذا بدنا نحكي هلا حول الموضوع المتخصصين فيه لليوم اللي هو تربية الأولاد، شلون ممكن نربي الأولاد أو نسلحهم بأمور معينة من هن وصغار لحتى بس يكبروا يكونوا فعالين ويكونوا ناجحين؟ طبيعي نحن بنعرف انه من اهم الاشياء نعلمهم للاولاد او نعطيهم اياها نحن كاهل، بنفضل دائما يكون الحب. نحكي كثير كاهل ككوتشز كمتخصصين، بنحكي عن الحب الغير مشروط، وبنحكي عن تمضية الوقت مع الاولاد، وبنحكي قد ايه لازم نكون عم نتعاطف، عم نعطي أحسن ما عندنا لأولادنا. وأنا أكيد إنه كل أهل بجربوا يعطوا أحسن ما عندهم لأولادهم، بس في شغلة كتير مهمة أنا حابة أحكي عنها اليوم، هي نعلم الأولاد يتحملوا مسؤولية من هن وصغار، طيب لأنه شلون الولد ممكن يكون يلي هالشي؟ صح الولد اللي بيتحمل مسؤولية من هو صغير ممكن يكون يصير راشد ناضج، مسؤول عن حاله، مسؤول عن تصرفاته، بيقدر يتحمل عواقب أي تصرف ممكن يعمله أو أي قرار ممكن ياخده. تمام. هلا طيب كيف فينا نعلم الولد؟ هيك عم تسأليني، تفضل. تمام. حول هذا السؤال، يعني اليوم ولد صغير أي نوع من المسؤولية أو شلون ممكن نعلمه يتحمل هاي المسؤولية؟ رح تتفاجئي، الولد بقدر يعلمه يتحمل مسؤولية من عمر نهار، من أول يوم بس يخلق الولد فينا نبلش علمه يكون شخص مسؤول. كيف؟ طبيعي الولد أول ما يخلق بيكون عنده طريقة واحدة ليعبر فيها، وهي البكي. بيبكي وقت يجوع، بيبكي وقت ينعس، بيبكي إذا انمغص، بيبكي بكل الحالات. تمام. أنا اليوم كأم بتعلم شوي شوي وبصير أعرف شو نوع البكي. مزبوط، بيقولوا الأم بتعرف إنه ابنها هلأ بيبكي لأنه جوعان، أو هلأ وقت الحمام، أو هلأ وقت النوم. صح. لما نجي نلبي طلبات هالولد كتير حلو كون عم بعيد عم أسمعه شو هو عم بحس. يعني حبيبي مامي انت جوعان هلا يلا رح ناكل، انت نعسان حياتي هلا رح ننام، ايه بدك تتحمم يلا رح نروح ناخذ الحمام سوا وبعدين بترتاح وبتنام. طبيعه الحال انا وقتها بكون عم سمع الولد هيدا الحكي، هو رح يحفظه لانه هو رح يتعلم من الاهل. صح. بعد ما يكبر شوي اكثر الولد يصير بعمر السنه تقريبا رح يبلش يحكي، وقتها يحكي أنا هون بدي بلش شجعه إنه هو يطلب يلي بده إياه. أنا ما رح دلني أركض لعنده مثل ما كان عمره شهرين أو ثلاثة لحتى نفذ له طلباته قبل ما هو يطلب. للأسف اليوم كثير من الأهل بيعملوا هيدا الشيء طبعاً من المحبة، وما عندي أدنى شك، لأنه إحنا كثير بنحب أولادنا وكثير عاطفيين، خاصة إحنا الشرقيين كثير عاطفيين وبنغنج أولادنا كثير. بس كتير مهم ننتبه انه مش اول ما يطلب الولد او اول ما يبكي بكوا صغير يكون ركضت تنفذ له طلباته،
لازم حمله مسؤولية انه هو يوجه لي الطلب يلي بده اياه، وبهالوقت بكون عم علمه يعبر، بعلمه يحكي، عم شجعه يحكي. اذا بتلاحظي اليوم في كتير اولاد عم تتاخر لتحكي، هذا احد الاسباب بالاضافة طبعا للاكران والشاشات والايباد. طيب اليوم هذا الحكي عن هو بعمر صغير، يعني مثل ما قلتي من أول يوم عم يولد فيه الطفل لعمر السنة، بالمراحل الأكبر شلون ممكن نخلق عنده هاي الشخصية المسؤولة؟ يعني إن كان لما عم يلعب بالألعاب أو لما عم يلعب مع رفقاته أو أولاد من عمره، شلون ممكن نحمله هاي المسؤولية؟ صح، انا رح كفي معك لعمر ال 18 سنه يلا خلاص بصير راشد مسؤول. على عمر اكبر شوي رح روح الولد بركي على نيرسري، ورح بلش يشوف انه في ولد غيره منه هو محور الكون مثل ما هو بالبيت. هون كثير حلو نكون قبل ما يطلع على الحياه او على النيرسري نكون انا بلشت بالبيت علمه انه يقدر يعيش ديلي او يقدر ينطر. اوكي سو لما الولد بيجي يطلب من الطلب، نحن اوريدي قلنا تعلم يطلب، هلا بده يتعلم انه بده ينطر قبل ما يتنفس طلبه. باي طريقه بقدر اعلمه؟ هو كثير صغير اكيد الولد ما بيعرف بالوقت. بقدر اجيب مثلا ساعه رمليه، او بقدر عد انا وياه بقول له يلا هلا بس خلص نعد من 1 لـ10 مثلا، او من 1 لـ5 حسب صبر الولد. بعمل لك يلي بدك اياه، بعمل لك ساندويتش يلي طلبتها، او بعطيك اللعبه يلي انت طلبتها مني. او مثلا اذا انا عم بطبخ بكل بساطه، اذا عم بقطع خضره مثلا جزر، بقدر اقول له يلا في 3 جزرات قدامي، هلا بس يخلصوا هول الـ3 انا رح اجي لعندك واعمل لك يلي بدك اياه. في تمام. نقطه كثير مهمه هون ننتبه لها، انا اوقات الولد بينسى، لانه الولد بيطلب شيء بعديها بينسى. فانا اعلمه على المصداقيه للولد، رح انا عيط له لما خلص الشغله يلي كنت عم بعملها، بقول له تعال مام انت طلبت مني ساندويش، انا خلصت وصرت ردي تحضر لك هذا الساندويش. وهيك بيكون هو تعلم انه نطر، بس بالنتيجه لما نطر ما نطر على الفاضي، نحن استجبنا لطلباته. تماما. طيب كل الأطفال ممكن بنفس السوية يتجاوبوا؟ أكيد في فرق، يعني مثل ما ذكرتي كل ولد الصبر عنده أو الدرجة اللي عم يستنى فيها أكيد عم تختلف من واحد للتاني، فالكل معقول بهاي السهولة عم بيكون التعامل بين الأهل والأطفال؟ أكيد لا، أكيد منه شيء هين التعامل مع الولد بين الولد وأهله. الولد رح يقطع بنوبات من الغضب، رح يبكي، رح يزعل، رح ما يقبل ينطر. بس هون نحن ضروري نضلنا ثابتين، تمام. ضروري كتير ضلني ثابتة على موقفي أنا كأم كراشدة، تيعرف الولد إنه هالشخص عارف حاله شو عم يعمل. لأنه لما هو بيعرف إنه الراشد يلي بوجهه بيعرف شو عم يتصرف، رح يكون مرتاح أكتر، رح يكون عنده ثقة أكتر، ورح لاحظ إنه مع الوقت موبات الغضب رح تقصر ورح تخف كتير، ومع الوقت رح تروح. رح يفهم إنه أنا ضروري أنطر، في حاجات غيري كمان، أنا مش لوحدي عايش بهالدنيا. تمام. نجي للمرحلة اللي بعدها، يعني بالمرحلة اللي هو لساته خلينا نقول بالنيرسري أو بالمرحلة الأكبر شوي، كمان إيش عم بتكون مظبوط. التصرفات؟ اوكي، بالمرحلة الأكبر شوي رح بلش لما يصير عمره 4 أو 5 سنين، طبيعة الحال رح بلش أحط قواعد بالبيت أو قوانين. وهالقوانين بهالعمر الصغير فينا أحطها بطريقة رسم مثلا، رسمات بعلقهم على البراد أو بأوضته أو وين ما كان، طيب مطرح يقدر هو يشوفه ويفهم. أكبر شوي بس بلش يعرف يكتب ويقرأ، أكيد فينا نكتب رولز تبع البيت. طيب هلا أي نمط لما ممكن تكون هاي القواعد؟ يعني مثل إيش هي هاي القواعد اللي رح تكون مناسبة للطفل؟ اوكي القواعد كتير بسيطة، وهي بترجع لكل ام كيف بتحب تمشي بيتها. يعني اي ساعة لازم ينام مثلا، اي ساعة بيحضر تي في، اي ساعة بيطفي التي في، اي قد ايه وقت اللعب، قد ايه وقت الدرس، اي ساعة بيقع الصبح، شو بيعمل، شو الروتين تبعه الصبح من عشية بعد الظهر. كل شيء له وقت اكيد، لانه الولد بيرتاح اصلا لما نحن بننظم له حياته، هو رح يرتاح لانه هو ما بيقدر ينظم حياته لحاله، بعدها صعبه عليه رح تكون. تمام. فلما انا اتاكد انه هو فهم كل قواعد وكل المبادئ وكل شيء انا بدي اياه، هون بيجي دور انه انا فيه حاسبه لما بيغلط. بس كيف بدي حاسبه؟ اكيد ما بدي قاصصه، اكيد ما بدي اضربه، اكيد ما بدي اعيط عليه ولا هينه.
بده يعرف الولد انه اي تصرف خاطئ او خلينا نسميه برات هالكادر يلي انا رسمته في له نتائج. فمسميهم عوائل، رح تمام. سميهم نتائج. ورح اعطيك مثل، مثلا اذا انا بسمح لابني يحضر تي في من 5 لل 6، صرت اكيده انه هو بيعرف هذا الوقت، على الساعه 6 بيجي لعنده بقول له خلص وقت التي في. اذا ما تجاوب معي بعد 3 مرات تنعتبر، او حسب صبر الأم، ويفضل ما يكون كتير طويل صبره يعني حتى يتعلم أسرع، بيعرف إنه مثلا تاني يوم هو ما رح يحضر تي في. هيدي نتيجة إنه هو تخطى إحدى القواعد. تمام وهيك على غير قصص كمان. تمام طيب بهاي النقطة لما قلتي إنه ما رح يكون في قصاص أو ضرب للولد، في كتير أشخاص حتى بهذا الوقت عم بيقولوا لا، إنه ممكن لسه الضرب ضروري بحالات معينة لحتى ما يرجع الولد يعيد نفس هذا الخطأ أو التصرف الغلط اللي بدر منه، فإيش ممكن نوضحه لهاي النقطة؟ ما في ولا أي دراسة ولا أي تجارب ولا شيء بيقول إنه الولد اللي بينضرب ما بيكرر الغلط. أنا بتسمعي وبشوف كتير من الأهل، أنا عيطت عليه وقصصته وركعته وضربته بعيدة، طب شو بعمل؟ سمعتيها شي مرة قبل من الأهل؟ أكيد. فإذا هيدي منا وسيلة، منا طريقة، منا حل. لأنه أنا وقت أضرب الولد بكون عم بعلمه العنف بكل بساطة، وبكون عم بترك عنده أثر، عم بجرحه. وإذا في حدا كبير هلا عم يسمعنا ممكن يكون عم بيعصب ويوصل لهالمطرح، خليه بس يسأل حاله، أنا إذا غلطت لي شي غلطة وفجأة إجا حدا ضربني، شو شعوري؟ شو رح أحس أنا ككبير؟ الولد ما بيقل شعور عنا، هو إنسان بيشعر مثلي مثله زد شي، يمكن بيعبر بغير طريقة، يمكن ما بيقدر يسيطر على حاله قد ما أنا بقدر، بس هو بيشعر مثلي، بيشعر بالإهانة وبالجرح. تماما. طيب خلينا ننتقل كمان هلا للمرحلة اللي بعدها ونتابع، يعني بعمر 6 ل 8 أو يعني صح، أقل صرنا شوي أكثر تقريبا شوي. صح لل8 سنين بنكون اكيدين تقريبا كل القواعد يعني نحن بدنا اياها ترسخت بعقل الولد، لان نحن بلشنا نبني قلت لك من عمر الصفر. تمام. من 8 ل10 سنين هون رح شوف الولد يتحول لشخص هادي كتير، مطيع كتير، وكتير بحب يرضي الكبير يلي بوجهه، بحب يساعد معلمته، بحب يساعد امه بالبيت، بحب يعمل كل شيء منيح للكبار يكونوا مبسوطين منه. وهذا طبعا شيء موجود فينا نحن كبشر يعني. بهالوقت نحن لازم نستغل هذا الظرف لحتى ننمي مهارات عند الاولاد، المهارات اللي نحن بدنا اياها، ونشوف نحن شو مواهبه وين بتبين. بيقدر الولد يساعدنا مثلا بترتيب البيت، بيقدر يدب الطاولة بعد الغداء، بيقدر يحضر قبل الأكل، بيقدر يساعدنا، رح يكون كتير مبسوط، رح يحس كتير إنه هو شخص مهم لما نحن بنعطيه مسؤوليات بهذا العمر. تمام. يمكن يحس بالإنجاز، يعني إنه أنا الأهل طلبوا مني مهمة معينة وأنا أديتها بأكمل أو أكمل صورة، فهو عم بيحس بالإنجاز والنجاح بهاي النقطة. صحيح. وفي نقطة كتير مهمة، أنا لما يغلط أو يفشل أبدا ما أتوقف عند هالشي، يفضل دايما أني أعلق وأتوقف على نجاحات الولد، على تمام. تطوره وعلى مهارات اللي عم يكتسبها، لأنه الدماغ وقت عوده إنه أنا عم بقدر المنيح رح يعطي منيح أكتر، رح يشتغل بعد أحسن. بينما الولد يلي بيعيش بالانتقاد رح يكون خايف يغلط، واللي خايف يغلط أكيد ما بيقدر ينجح. وحتى لو غلط بدي فهمه إنه شي كتير طبيعي نحن نغلط، كلنا بنغلط الكبار والصغار، وغلطنا هو تتعلم تبكره نكون أفضل. تماما. من بعد هاي المرحلة، يعني خلينا نقول المهام اللي عم بتكون بالبيت والتركيز على المهارات اللي نريد نزرعها نحن بالطفل، المرحلة اللي بعدها عم تكون شوي أصعب، عم تكون قريبة من المراهقة، فشلون عم بيكون التعامل مع الأولاد أو خلينا نقول المراهقين بهاي المرحلة بطريقة تكون تربية صحيحة والتعامل صحيح بين الأهل والأولاد؟ هلا في عنا مرحلة بين 10 و12 سنة تقريبا بتجي، هي مرحلة ما قبل المراهقة. هنا الولد ببطل كتير يهتم للكبير، بصير أكتر يهتم لأصحابه. إذا بتلاحظي بصيروا هيك مثل باند بالمدرسة، بصيروا يلبسوا مثل بعضهم، بصيروا يعملوا شعراتهم مثل بعضهم، بحبوا أكتر ينعجبوا ببعضهم وينتموا
لجروب معين يكون عندهم انتماء معين. نحن تمام. دورنا كأهل هون أكيد نسمح للولد يعيش هالتجربة، ضروري يعيش كل تجربة بحياته، لأنه هيدا مثل بروسيجر بده يقطع فيه الولد. بس هو عم بعيش هالتجربة، دايما أحكي مع ولدي وأسمع له وألفت له نظره على شو هو بحب. أنا أسأله، أنت شفت رفيقك لابس هيك، بس أنت شو رأيك؟ عم تلبس هالإسبادري مثل رفيقك لأنه حلو أو بس لأنه رفيقك لابسه؟ أنت بريحك؟ مبسوط فيه؟ حبه أنت؟ هون أنا عم بلفت له نظره على حاله، سمحت له يختبر تجربة إنه يقلد غيره، بس بذات الوقت عم حسسه إنه هو رأيه كتير مهم، وإنه هو شخص موجود ما بيقدر ينمحى بقلب أصحابه أو بقلب الجروب يلي هو فيه. تمام. فكتير مهم كون دايما عم بسأله شو هو بده، كيف هو بيرتاح. انتبه أوقات ممكن يعمل أشياء ما يكون مرتاح فيهم بس عباله يعملهم، بتركه يختبر هالشي ويشوف هو بعدين شو رح يطلع بنتيجة، معقول كتير يقدر يغير. تمام. يمكن حتى في حال ما عاش هاي التجربة بهاي المرحلة العمرية، ممكن بالمراحل اللي بعدين تطلع بطريقة غلط، فبكل مرحلة يعيش التجارب صح الخاصة فيها أكيد رح يكون أحسن. صح صح تمام. قبل هلا المراهقة، وصلنا، هلا ننتقل للمراهقة. اوه هلا وصلنا تمام. على المراهقة. المراهقة ما رح سميها مرحلة صعبة، رح سميها مرحلة دقيقة كتير كتير، أكيد الكل بيوافقنا على هذا الرأي. المراهق بده ينفض عنه كل شيء تعلمه من أهله، بده يعمل شخصيته، بده ما يسمع الكلمة مثل ما نحن بنسميها، بده يعمل خياراته الخاصة فيه، وبده يختار طريق لإله يمشي فيه. نحن هون كأهل ناخذ الأشياء بيرسونال، أوقات ما بدنا ناخذها شخصية أبدا. بدي أفهم كثير منيح إنه ابني عم يقطع بتغيرات فكرية، جسدية، عاطفية، معنوية، شكله عم يتغير، هرموناته عم تتغير، كل شيء فيه عم يتغير، الصبي أو البنت. في ثورة جواته، في عاصفة جواته، بدي أحتضنه. أكثر وقت ابني أو بنتي بحاجة لإلي هن بالمراهقة، هن أبدا ما ضدي، هن عم بجربوا يختبروا شيء جديد، عم بجربوا يشوفوا شو عم بيصير. أنا ليه تغير شكلي؟ أنا ليه تغير إحساسي؟ ليه تغير تفكيري؟ فأكثر بيكونوا الأولاد ثورجية بهذا العمر، وأكثر غضبانين، أكثر أنا بدي أحتضنهم، بدي أكون قريب. وأنا كأم بدي أفكر ابني كتير بحاجة لإلي هلأ، ابني عم يقطع بشي صعب وأنا واجباتي أوقف حده ضد المشكلة مش ضده أبدا. تمام. يمكن الحديث مع الأولاد بهاي المرحلة العمرية هو أكثر طريقة فعالة للحديث والتواصل الصحيح مع الأولاد لحتى يصلوا لحل المشاكل اللي عم بتواجهن. هذا الحكي كوتش هو العمر ال 15 مثلا، أو حتى العمر ال 18، أو بكل مرحلة في فرق شوي؟ تختلف من ولد لتاني، ممكن في ولاد يضلوا للعمر 16 15 14 ونص 16 ونص، يعني حسب نمو الولد وحسب نحن كيف بنساعده يقطع هالمرحلة بكل سلاسة. طيب. وبهذا الوقت كتير مهم يكون عم نتسمع للولد، كتير نتسمع له أكتر ما نوعظه. آخر شيء معقول يحبه الولد هو الوعظ بهيدي المرحلة من عمره. صحيح، لأن مثل ما ذكرتي هي تكوين الشخصية، والولد يحب يكون بالطريقة اللي هو يحب يشوف فيها حاله. طيب، نحن هلا حديثنا دار بالبداية، يعني من عمر صغير، من عمر اليوم لعمر ال 18 خلينا نقول، والطريقة اللي يتعاملوا فيها الأهل مع الأولاد لا، في في عنا مرحلة قبل 18، مرحلة واحدة بس، أوكي. هي لما يخلص ال 15 هيدي ثورة المراهقة، في عمر 16 17 18 تقريبا، هون بنشوف الشاب أو الصبية رح سميهم، بطلوا أولاد، تغيروا كتير. رح تشوفي هون بلشت الركزة بنسميها، يعني بلش يتسمع أكتر، وبلش حديثه بيقولوا بالدارج بيتفلسف. هو ما عم بيتفلسف، هو بيكون تعلم أشياء جديدة كتير بحياته، بيصير بيكون بنى شخصيته، واليوم إجا دور يفرجيني مهاراته، بيصير يشارعني، بيصير يناقشني، بحب يحكي بالفكر بالفلسفة، بحب يحكي بكتير قصص بركب الكمبيوتر. بنحس نحن كأهل شوي انه بنقدر نتعلم من اولادنا بهالعمر، وبنتفاجئ اذا بنتسمع ونصغي عن جد،
وبنعطيهم مساحتهم من الحرية والتعبير، رح تتفاجئي قد ايه عندهم مهارات، وقد ايه عندهم قدرات فكرية، وقد ايه عندهم ذكاء، وقد ايه نحن فينا نتعلم منهم عن جد. صحيح، مثل ما قلتي هاي الركازة والتعلم الكبير اللي عم بيكون بهاي المرحلة. كمان في حال الأهل ما تصرفوا بهاي الطريقة أو بحسب هاي القواعد، خلينا نقول، أو النصائح اللي ذكرتيها هلا خلال الحديث، من عمر السنة أو من عمر اليوم عفوا لعمر ال 18، في حال في هلا أولاد مثلا بعمر السبعة أو 8 سنين، أو حتى أولاد بعمر المراهقة، شلون ممكن الأهل بهاي المرحلة يتعاملوا معهم بطريقة صح؟ يعني في حال البداية كانت غلط أو كان فيها أخطاء، خلينا نقول، بهالمرحلة شلون ممكن يعدلوا طريقة تعاملهم مع الأولاد؟ اوكي، بكل مرحلة نحن فينا نرجع نعدل، فينا نلقط الورق. هلا قد ايه بكير قد ايه احسن، اكيد بيكتسب مهارات بوقتها، بس بحيالله عمر في ارجع عيد كل المراحل السابقة، واكيد بتاخذ وقت اقل لانه بيكون في صار نضج معين. هلا في عوايد بتكون انطبعت عند الولد، اكيد بدي ارجع اكسرها ولمع عوايد جديدة، بس كله بينشغل عليه. نحن كأشخاص فينا نضلنا نشتغل على حالنا لنموت، يعني طالما أنا بدي صلح بقدر، وطالما أنا شايفة إنه في حاجة عند ابني يصلح كمان بقدر أشتغل عليه، لما بيكون بعد مش هو صاحب القرار، ولما بيكون هو صاحب القرار يعني فوق ال 18 سنة أكيد بيكون وقتها في أعتبر إذا هو ما بده قطع الوقت. تمام. بختام حديثنا كوتش، كنصائح للأهل لحتى يتعاملوا بطريقة صحيحة أو بنصيحة معينة تعتبر ملخص لحديثنا لليوم لتعامل الأهل وتربية الأهل للأولاد. نصيحتي للأهل بكل وقت وبكل عمر، اسمعوا صغوه، الولد دايما عنده مساج بده يوصله، إذا عم بيتنازل عنده مساج، إذا عم بيصرخ عنده مساج، إذا عم بيغنجك عنده مساج، دايما في شيء بده يوصلنا إياه. بليز سمعوا كتير على أولادكم، لأنه أكيد أنتم بدكم لما يكبروا أولادكم يكونوا عم بيتسمعوا لكم. ونحن اليوم شو بنتصرف اولادنا رح يتصرفوا، نحن المثل قدامهم. يعني قد ما احكي وقد ما اعيد وقد ما اكرر، اذا انا ما عم بتصرف التصرف المطلوب منهم هن ما رح يقدروا ينفذوه، لانه دماغهم ما رح يحفظوه، لانه عينهم ما شافته. فكتير مهم نرسم المثل قدام اولادنا يلي بدنا اياه. صحيح، ميرسي كثير كوتش لكل هاي النصائح ميرسي وكل هاي لك. المعلومات اللي تشاركتي فيها اليوم مع اكيد الاهل وكل حدا عم بيتابعنا، اكيد استفاد منها. ميرسي كثير لحضرتك، ان شاء الله كمان يكون في لقاءات تانية لحتى نحكي فيها بمواضيع تانية تهم كل عائلة. تفضلت. ميرسي كثير، اوكي، ميرسي كثير لك. ميرسي.